هذا باش خالد هي اللي غادي تلو حنا الجدول الثاني هو اللي غادي نوقفوا عليه وغنشوفوا الفرق اللي قاد لها المقابلات رضوان جيد. وهنا غادي نشوفوا انه من خلال الجرد ديالنا كنلقاوه انه بحكم الانتماء ديالو الى العصبه ديال سوس ماسه ما غيمكنلوش يقود المقابلات ديال حسنيه اكادير. ولكن الملاحظه الكبيره وكما درناها باللون الاحمر هو انه لم يعين لاي مقابله كان الطرف ديالها نهضه بركان. هذا تساؤل ما عرفناش الجهات المختصه. نتمنى انه توصل الرساله للجهات المختصه. علاش ربما ما تصادفش معاه في الطريق؟ لا، لماذا لم يعين؟ لو كنعرفوا ان مقابلات ديال بركان كانت عندها مقابلات كبيره اللي كتكون حساسه سواء ضد الوداد ضد الرجاء ضد الجيش، انا علاش ما كيتعينش المقابلات ديال بركان؟ لماذا يحرم من تعيينات البركان؟ كذلك نتمنوا الرساله توصل للسي عبد السلام بالقشور رئيس العصبه الاحترافيه والمسؤول على التحكيم وعلى التكوين ديال اللجان ديال التحكيم مثل هذه الملاحظات، لان باش يطرح هالتساؤلات على الناس المسؤول على التحكيم. علاش رضوان جيد ما كيلعبش مقابلات ديال بركان؟ واش كاين هناك اعتراض؟ واش كاين هناك شي مشكل؟ حنا ما فهمناش علاش ما كيتعينش لهذه المقابلات.